كلام السعدني يوفي وكفي، أنا ما بقدرش أقول حاجة ولا حد ثاني يقدر يقول حاجة، لأنه هذا رد عليك، هو كان معاكم، هو من نفسه قال إيش عليها؟ أنها نكبة، أنكم نكبتوها، وجلس يضحك ويقول إيش؟ بلا بطلي لك، لا تقولي هذه بس هبالة وما أدري إيش، بس بيحقول لكنا يعني، بس أنا أترجم. طبعا كمان لا يمكن إحنا نمشي ومن غير يعني عمهم كلهم فهد القرني الإصلاح الكبير. كيف حالك؟ انتقلت انه 11 فبراير كانت بدايه العهد الصح، او هي بدايه العهد الاجمل. خلونا نسمع فهد القرني ايش يقول. واقول اننا في يوم 11 فبراير كانت ليست الولاده الجديده لليمن الجديد فقط، ولكن بدايه للعهد الاصح، للعهد الاروع، للعهد الاجمل، لعهد الاحلام اللي كنا نحلم بها وتحلم بها قصائد اغاني الشعراء. ها يا فهد، ها وذا الحلم الجديد صح؟ هذا حلمك. هاتولي بالليل قرنيش بيقول مرة ثانية، حابة يعني أسمع عشان أعيش بالأحلام اللي هم عايشين فيها لحد الآن، أو ممكن غير رأيه، بنشوف بعد شوية. بداية للعهد الأصح، للعهد الأروع، للعهد الأجمل. طيب كيف تحقق حلمك؟ كيف أصبحت الآن تعايش؟ وكيف تحولت اليمن؟ اليوم بيوتنا مدمرة، احتلوا بيتي وشردوني وجعلوني أحد النازحين، ماذا تتوقع مني؟ خلونا كمان نشوف الآن عبد الله زعتر، قصدي عبد الله صعتر، ده لحاله قبولنا بالفيديو حقه ويتكلم.